بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرضنا الاري بتاعتنا ونسخنا اللي احنا عايزينه، بس الحقيقة ان السترينجز اوف الاري دي او الاري ديت كنصوص كده جوه الكود بتبقى مش كويسة. في الغالب احنا بنحب نحطها جوه فاليوز، جوه سترينجز، ونحط اللي احنا عايزينه. حتى السترينجز دي ممكن نعمل انها سترينج اري ونحط الاسم اللي احنا عايزينه، مثلا سميته بوب اللي هو اسم المختصر ديتيل، واحط ايتمز. بس المره دي مش هعمل نفس الاري اللي فاتت، انا هعمل مثلا ايه الاري اللي هي التفصيليه. احنا ممكن نخلي الليست فيو يعرض من الاري العاديه اللي هي كانت جوه كود، وممكن نخليه يعرض على فكره من الاري اللي هنا اللي جوه هنا. ويفضل دايما الداتا الثابته تبقى في الملفات المنفصله، اكس ام ال المنفصل. لكن عملنا ايتم وايتم ثاني وثالث ورابع، هنحط الايتمز. لكن انا عايز اعمل ايه، الاري دي هشتغل بيها باسلوب مختلف. بس الاول خلينا المره دي نعملها ونعرضها بدل الاري اللي هي اللي في الكود، عشان تبقوا عارفين ان ممكن نعمل كده، ممكن نعمل كده. وبعد كده ان شاء الله اغير، اعرض الاري السترنج العاديه جدا في كعرض عادي، ولما تدوس الديتيلز تطلع من ده، تطلع من ايه، من التفصيل ده. فانا دلوقتي ايه اللي عملناه، عملنا سترنج اري وسميتها بوب ديتيل، وحطيت ايتم ورا ايتم ورا ايتم ورا ايتم، ايتمز تفصيليه نفس عدد الايتمز بالظبط بتاعت الاري اللي انا كنت حاطها في الكود، عشان انا هخليهم يسلموا بعض، يبقى كل واحد وليه تفاصيله، تمام. لكن قبل ما نشوف التفاصيل والكلام ده كله، انا بس ايه، بدل ما اخليه يعرض من البيلرز اوف برير اللي هي الفاريبل اللي شال الاري، تعال نخليه يعرض من الاري بقى اللي جايلي من ايه، اللي جايلي من السترينجز دوت اكس ام ال. الاول عشان يحصل ده لازم اعرف لها فاريبل وجدتها من الاكس ام ال فايل، وبعد كده ابصيها يعني. فعشان اعمل ده اقول له ايه، فار عرفت مثلا بوب ديتيل، وبلاش بوب ديتيلز لان دي ليها معنى عندنا في الاندرويد، ودي هعرفها كانها اري واري اوف سترنج، عشان انا عايز في الاخر اري اوف عايز اجيبها اري اوف سترنج. بس مش هجيبها بقى بتساوي واحط بايديا، لا انا عايز اناديها من الفايل. اناديها ازاي من الفايل؟ هقول له ريسورسز. لاحظوا ان ريسورسز يعني جيت فروم ريسورسز، يعني هو هيجيب لك البيانات من الريسورسز اللي عندنا. دوت جيت سترنج، لا انا عايز جيت سترنج اري. جيت سترنج قال لي دي الاي دي بتاعها، انا مش حافظ الاي دي بتاعها، لكن هعوض عنه باسم الاسم الحاجه. هقول له ار دوت اريز دوت، الاقي اسمها بوب ديتيل، فده هيريترن ليا الاي دي بتاع الايه، بتاع الاري بتاعتي كده. وانا وصلت لها كده، انا وصلت لها بوب ديتيل دلوقتي بقى بيعبر عن الاري دي، وعرفت اوصل لها من ريسورسز دوت جيت سترنج اري. ممكن اجربها بس معاكم بدل بيلرز اوف برير، اناديها بس اللي هي بوب ديتيل، يبقى كده ناديت على الاري اللي جايه من الايه، من ملف الاكس ام ال بتاعي. وتعال نشوف هتتغير دي المحتويات ولا، هنعرفها طبعا من حجم العرض، حجم المعروض. بالظبط اهو بدا يعرض لك الايه، الاري بالظبط بحجم اكبر، وجبنا الاري من الايه، من ملف الايه الاكس ام ال بتاعنا الخارجي.